السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه بيم كيبر، تقدر ترفع الموديل بتاعك عليه. الموديل بتاعك بيتقسم زي ما انت شايف، مثلا عندي هنا المشروع تقدر كله تطفي كله مرة واحدة أو تشغله، وتبدأ تقول مثلا عايز أخفي مثلا الروف وآخر أدوار، تقدر تعمل زوم عليه كده أهو بحيث إن انت تبقى شايف جوه المبنى. تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز، تقدر تدخل وتقول له ده انا عايز اظهر الوول مثلا او عايز اظهر الدور، تقدر تدوس هنا تقدر يجيب لك كل الابواب واي حاجه فيهم بتدوس عليها بيبدا ان هو يعمل لها هايلايت. تقدر تدوس رايت كليك وتقول له انا عايز اعمل زوم على الحيطه اللي انا عايزها ديت، اخفي بقيه الفلور بالشكل دوت، عايز الفلور ده بس. سنتر كامر هير، خلي ده السنتر، اعمل هايد لدوت، هايد اذر اليمنت. شو اونلي وول، خليه بس الوول بس هو اللي بقى ظاهر، يعني اظهر لي الكاتيجوري او اظهر لي هايد اي اف سي وول، هايد بيزك وول، سيلكت اول، اعمل سيلكت لكل الوول. خلي لي ال element ده فيه شفافية، فبتقدر تتحكم في الرؤية بتاعت العناصر بالشكل دوت. تقدر تخلي كل دور لوحده بالشكل ده، اقدر اقول له ريسيت يرجع كل حاجه زي ما كانت. لوك ات اليمنت، يعمل زوم على العنصر اللي انا عامل سيلكت، او ابدا اشوف كل حاجه، يعمل لي كاميرا كأن فيرست بيرسون. فده الشخص اللي موجود هنا هيبقى شايف المبنى ازاي.